الفيديو اللي حصل على الترتيب الثاني ده كان عمر الجميل الأمور ربنا يحميه، ده كان الفائز رقم 3. الفائز رقم 2 معانا كان فيديو ب فتحة باء. باء 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 فتحة باء فتحة باء فتحة باء باء فتحة باء باء فتحة باء باء فتحة باء باء فتحة باء. يلا خلي نامي بقى، خلي نامي، انا مش هنام لسه في واجب. يا لسه في واجب، لسه في واجب. يا لهو عليكي، يا لهو عليكي، خلصي بقى عشان عايزه اقول. اتفضل قول فتحة باء. يلا تعالى تعالى. يا لهوي خلص الواجب. ثواني طب خلص، طب خلص الواجب ثواني. طيب يا وقت تتكلمي ثواني. وقت تتفرج على ايه؟ انا مش هتفرج، انا قاعده ساكته. بص عليك هنا، انا هبص على حته ثانيه. بص عليك هنا. طب اتفضل يلا اكتب. هضربك يلا. ثواني هضربك. ثواني اكتب بفتحه باء. ثواني بفتحه باء. ثواني ثواني كلمني. طب اسكت اتفضل. اكتب باء بفتحه باء. ثواني. طب اسود عليا. يا لهو عليا، يا لهو عليا بجد. بفتحه باء بفتحه باء بفتحه باء بفتحه باء. يوسف الجميل، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. انا بحبك قوي. انا شفت الفيديو بتاعك. انا عارف. هو مين اللي كان بيذاكر لك لما كنت بتسجل الفيديو ده، ماما ولا تيتا؟ تيتا. تيتا يعني انت كل الغلبه دي كانت مع تيتا؟ اه. طيب لا احكوا لي الاول حكايه الفيديو وبعد كده اروح لاستاذ يوسف. اهلا بيكم. مدام نجوى جده يوسف ومدام سلمى مامته. اتفضلي يا مدام نجوى. احنا كنا قاعدين انا ويوسف وقاعدين بنذاكر عادي يعني زي كل يوم. فليه خالته الصغيره راحت قعدت وصورت، فبعد كده انتشر بقى الفيديو. يعني ده كان يوم عادي جدا؟ عادي كنا قاعدين عادي. لا مش قصدي، قصدي انه اللي عمل يوسف ده بيعمله كل يوم. ده بيعمل لنا كل ده كل يوم. ده خبر يا يوسف، انت بتتابعهم في المذاكره يا يوسف؟ ده مطلع عيني. ليه ليه يا يوسف؟ عشان وحشه المذاكره. وحشه؟ لا هي مش وحشه، هي ممكن تبقى متعبه بس مش وحشه. طب وبتجيبوا صبر بقى وكده؟ قولي لي يعني احنا في الفيديو 3 دقايق اخر الفيديو خلاص يعني يعني كان في قلب نكد يعني. ما هو كنا بقى بنتخانق مع بعض. هو بيحب يرسم. يعني اكتر حاجه عايز يقعد يرسم ويلون، ودي احسن اكتر حاجه بيحبها يعني. يوسف قولي في بنات كتير معانا، حلوين البنات ولا مش حلوين؟ مش عاجبينك؟ ها قولي مين احلى واحده شايفه؟ مين؟ مين احلى واحده انت عاجبك؟ شهد. شهد دي. انت تعرف شهد؟ هي دي. هي دي، دي شهد دي قريبتك؟ دي خالته الصغيره. اهلا تعالي تعالي. ايه ده بس برافو عليه، هو لقطها من كتر من يعني ما شاء الله اكتر من 200 شخص هو لقط شهد. اهلا بيك يا شهد، انت مستخبيه. هي دي. هي دي، دي واضح ان دي اكتر. ازيك يا شهد؟ ازيك يا هي؟ واضح ان دي اكتر واحده انت بتحبها في العيله صح؟ بس هو ما بيعرفش يكتب ب فتحه باء. تعرف تكتب ب فتحه باء؟ طب لو جددت لك قلم تعرف تكتبها؟ طب استنى انا هكتبها لي بخط كبير كده، يا رب تكتبها صح. صح. ت ولا ب؟ لا ب.
انا هوريكم كارت بس باين لي الحته دي وانتوا اللي هتقرروا اذا كان يستاهل الهديه ولا لا. ممكن الكاميرا تجيبها ونصورها على صحيح هو ساب الكارت كله فاضي وكتب في الحته دي تمام تمام بس يعني انتوا اللي هتقولوا لي هيستاهل الهديه ولا لا. يوسف هلا يوسف ليه ولا مش ليه عايز هديه عايز هديته هاتوا هديه يوسف يا جماعه فورا ده ايباد عشان تلعب عليه وعشان تشوف حلو حلو تمام كده ولا لسه زعلان ولا ايه؟ ها تمام؟ اه تمام. اه عارف ايه اللي جوه؟ ايه؟ ايباد. عارف الايباد؟ هي فيها موبايل حاجه زي الموبايل اسمها ايباد. ايباد. الايباد ده بقى هتعرف تكتب عليه ب فتحه باء كويس قوي. ها هتكتب هتكتب عليه ولا هتلعب؟ العب. تلعب. طب بص العب شويه واكتب شويه بس لازم تشكر البنات الحلوين دول عشان هم اللي قالوا لنا نجيب لك الهديه. هو كده.